الانتصار ولا شيء غير ثلاث نقاط حاسمة للتأهل للأدوار الإقصائية. تابعونا في هذه المباراة بعد قليل ولا تذهبوا بعيدا. أهلا بكم مشاهدينا متابعينا في كل مكان، نتمنى بأن نشاهد معا مباراة كبيرة في ظل هذه الأجواء. محدثكم فارس عوض يسعد بصحبتكم للتعليق على مجريات اللقاء ومباراة اليوم ضمن دور المجموعات من بطولة كوبا ليبرتادوريس. مباراة تعد بالكثير من الندية والتنافس، مباراة أخيرة صعبة على الزوار بدون شك. ما زال عندهم أمل من أجل عبور دور المجموعات ومواصلة المشوار القاري، لكن الأمور ليست سهلة في أرضية الملعب بكل تأكيد. هذه هي مباراة الأعصاب والهدوء، فهل يحققون المهمة الصعبة؟ أسلوب لعب الفريق قد يكون محببا للبعض، لكن البعض لا يفضله بالتأكيد. فريق يعتمد على الدفاع بالصورة أولى، يعطي الفرصة المنافس للسيطرة والاستحواذ والتقدم للأمام، وهو يبقى في الخلف للدفاع عن مرمى. لا يفضل أن يأخذ زمام المبادرة والتقدم للأمام. واضح على الشاشة تشكيلة الزوار في مباراة اليوم. واضح من الرسم التكتيكي مشاهد تشكيلة الفريق المقابل اللي راح يلعب بطريقة الأربعة ثلاثة ثلاثة واللي تعتمد على الأجنحة. كرة القدم تعتبر هي الرياضة الأكثر ممارسة في أنحاء العالم، ويقدر الفيفا عدد اللاعبين المحترفين الممارسين لكرة القدم بحوالي 250 مليون لاعب. يا الله على هذا الرقم، رقم كبير يدل على شعبية وبساطة هذه اللعبة. تبدأ في هذه اللحظات 90 دقيقة منتظرة مرتقبة بين الفريقين. تكون هذه الفرصة، فرصة الآن عند الكرة الآن، ماذا سيفعل الآن؟ من لمسة أولى يفقد الكرة، ضيع على فريق الفرصة، فقدوا الكرة. تسديدة قوية لكن بعيدة جدا عن المرمى، لقطة سيئة جدا في المحاولة الماضية. في قراءة اللعب، يتعرض لضغط كبير، الكرة تقترب من دفاعات الخصم. دفاع ممتاز، قراءة سليمة لهذه المحاولة. كرة بعيدة عن الجميع بعد هذا التدخل، يهرب بالكرة، مر فيها، انطلق فيها، راح. مستحيل يا رباه على كرة في المرمى، هدف لمصلحة فريق اندبندينتي ديلفاي، فعلوها ونجحوا في الوصول إلى المرمى. مجهود فردي، مرور، خذ الكرة، عدى فيها، مر فيها، لا أحد يستطيع إيقافه، وضع الكرة بكل ثقة في الشباك، هدف في منتهى الروعة. إذن أول أهداف هذه المباراة مشاهدينا متابعينا، النتيجة 1-0 الآن. بتروح الكرة للخصم، بيعدي وبيمر بالكرة،
قطع الكرة، دفاع ممتاز في هذه اللقطة. ممكن هذه، ممكن كرة التعادل. هدف الآن يأتي بالسعادة والبسمة على وجوه الجماهير. الآن فريقا في وضعية المتاهل، إذا انتهت الأمور بهذه الصورة أكيد بأن اللاعبين سيقاتلون على هذه النتيجة وسيقدمون كل ما لديهم في الملعب حتى يتأكد التأهل مع صافرة النهاية. فلنشاهد الهدف في الإعادة مرة أخرى. هدف التعادل إذن، النتيجة الآن 1-1. فرصة والمساحة موجودة، كان في موقف الواحد على واحد لكن لم يتصرف بشكل سليم، ضاعت الكرة. هذه المواقف تحتاج إلى هدوء، إلى تركيز عالي للتعامل معها. الفرصة في هذه اللحظات، كرة باتجاه الحارس يمسكها بسهولة. فرصة خطيرة الآن، القائم يتصدى. محاولة هدف تقدم، برافو حارس المرمى، شوف الفدائية في الكرة الماضية. التقدم كان قريبا للغاية، مجهود كبير في بناء الهجمة لكن غياب التوفيق يجعل الكرة ترتطم بالعارضة في النهاية ليستمر التعادل. عند الكرة في مكان خطير، لو تأخر شوي في التحرك لكان في موقف سليم في هذه اللقطة. صحيح اللاعب كان قريب جدا من آخر مدافع لكنه تسلل صحيح كما نشاهد في الإعادة. عند الإمكانية هنا، شوف التحرك المبكر وبالتالي قرار الحكم أيضا بوجود تسلل. كما نشاهد في الإعادة البطيئة القرار كان صحيحاً بإعلان التسلل في اللقطة الماضية. كاسيدو يفقد الكرة، يتقدم باتجاه المرمى، مجهود في منتهى الروعة، تسديدة قوية تمر على المرمى، كانت بحاجة لبعض التركيز في اللقطة الماضية، محاولة جيدة في الإجمالي. يتقدم فيها، يأكثر من مناطق الخصم الآن، كيف راح يتصرف فيها؟ استخلاص رائع الكرة وإيقاف الهجمة. بيلعب لكرة، الحارس يشتت الكرة في هذه اللحظات، فرصة الآن من الركنية لتسجيل هدف التقدم. الإحصائيات تظهر بأن اليوم كان خارج الخدمة وأنه قدم مباراة للنسيان. الأمال كانت كبيرة عليه في مباراة اليوم لكنه ما تمكن من تقديم أي إضافة، تقريبا ما سدد ولا كرة على المرمى. فرصة الآن، وتصويبة خطيرة، حلوة التسديدة، مرت يدوب فوق العارضة، تسديدة كانت قوية لكن ينقص الدقة والتوجيه في اللقطة الماضية. يفقد الاستحواذ، عند الكرة الآن،
الحارس يتصدى للكرة بدون أي صعوبات. مرت 45 دقيقة والمتبقي 45 دقيقة. تبدأ في هذه اللحظات. ينطلق شوط المباراة الثاني من هذا اللقاء وتفصلنا 45 دقيقة من نهاية دور المجموعات وبداية المراحل خروج المغلوب في هذه البطولة. بينية ملعوبة بشكل ممتاز. الله على النظرة. لا يمكن هذه الكرة. تصدي غير عادي من الحارس. ركلية في المنتصف. خطورة مستمرة بعد فشل إبعاد الكرة. كرة في مكان خطير. افتكاك الكرة داخل المنطقة. ممكن هجمة مرتدة الآن. الفرصة ما زالت في الهجمة المرتدة. كانت فرصة ممتازة لهجمة مرتدة لكن ضاعت. شوط أول جيد في رايم. قدم عرض مميز. كان ناجح إلى حد كبير في هذه المباراة. تمكن من تسجيل خطرة. الحارس يبعد الكرة. عرضية يوقفها دفاع. في الوقت المناسب. يضطر المدرب بهذا التغيير في هذه اللحظات لأن اللاعب مصاب. عند الإمكانية هنا. لم يبعدها وما زالت الخطورة قائمة. راحت بعيدة الرأسية. مرت بدون خطورة على المرمى. ما أرسلها بالشكل المناسب. افتقدت للدقة والتوجيه. يتقدم بالكرة. فرصة خطيرة. يا الله. شايفين اللي أنا شايف. هذه فرصة تضيع. انفراد بحارس المرمى. فكر يسدد كرة قوية لكن اللقطة الماضية افتقدت الدقة. راحت الكرة. ما كان فيها تركيز. فرصة بتضيع عليه في اللقطة. قرار شجاع من حكم الرأي في احتساب هذا التسلل. الموقف صعب بصراحة. خلونا نشوف الإعادة. الإعادة البطيئة تثبت صحة قرار التسلل في الكرة الماضية. نصف ساعة تفصلنا على صافرة نهاية المباراة. يفتح اللعب على الطرف. شوف التحرك المبكر وبالتالي قرار الحكم أيضا بوجود تسلل. فتح اللعب على الأطراف. هنا في مكان خطير. كرة بتصل وبتعدي من الخط الخلفي. حارس المرمى يتعامل بشكل ممتاز مع البينية. يتفوق على المهاجم. مدرب الفريق الضيف على وشك أن يقوم بالتبديل في هذه اللحظات. يمتلك قدرة ممتازة في قراءة التمريرات. يملك تمريرات ساحرة. نظرة كاشف الملعب. فرصة لإرسال كرة في الشباك. الله على التقدم. مستحب بدون شك. فريق يلعب يسيطر يتحكم. من الطبيعي أن يسجل. أي ضغط مستمر. أي إصرار. أي عزيمة. لا يمكن الصمود في وجه كل هذه المحاولات.
شوف الإعادة، شوف التسديدة اللي كانت على الطاير، الله على المهارة، كرة بتتنفذ بشكل جميل. قرار غريب أن يتم استبداله بعد أدائه المبهر، لكن يبقى قرار المدرب. ربما يرى بأن الفريق يحتاج إلى دماء جديدة، على العموم يستحق التحية على المستوى. بعد دخولنا في الدقائق الأخيرة واقترابنا من توديع دور المجموعات، الأمور أصبحت صعبة على جماهير الفريق. نعرف بأن الفريق بهذه النتيجة متأهل إلى الدور القادم، لكن ما في شيء مضمون في كرة القدم حتى صفرة النهاية. فقدوا الكرة، قد تكون يخترق ولدي المساحة. كم فرصة هدف في التعادل في اللقطة الماضية، انفراد بيضيع. شوف اللقطة، شوف اللعبة، فرصة ذهبية للعودة في المباراة. ربع ساعة الأخيرة في هذه المباراة، كرة في وضعية هجومية. مساعد الحكم يرفع الراية، تسلل يثير الجدل ويشير إلى حكم المباراة. مدرب يدفع بلاعب بديل في محاولة الحفاظ على التقدم وعلى رتم الفريق أيضا لمصلحته. تمريرة كانت قوية ستصل لحارس المرمى. دفعة معنوية كبيرة جدا يقدمها الجمهور للفريق في هذه اللحظات، هم بحاجة لهدف وحيد حتى يتعادلوا. المباراة لم يتبقى فيها الكثير، أجواء مجنونة. الإثارة تتواصل حتى النهاية مع مباراة مثيرة بين الفريقين. استخلاص ممتاز داخل المنطقة. حكم يشير إلى رمي التماس، كانت على بعد سنتيمترات قليلة من الضربة الركنية. تغيير راح يكون في هذه اللحظات، الآن وقت الاستفادة من دكة البدلاء. ضغط ماء جديدة في أرضية الملعب، حاول الاستفادة أيضا في تحريك الفريق بشكل أسرع. كرة تقطع في وقت صعب جدا، فرصة للتقدم الآن من جديد. الله على الكرة، كادت بأن تنهي اللقاء. التصدي من حارس المرمى يؤجل الحسم حتى صافرة النهاية. يلعب الكرة إلى منتصف الثمنتاش، خطورة مستمرة بعد فشل إبعاد الكرة. ممكن جول، الله على التصدي. عند الكرة في مكان خطير، ممتازة التسديدة، حطها في المرمى. كرة تستقر في المرمى تحت أنظار الفريق الخصم، الفارق يتسع وتصبح المباراة أصعب على المنافس. نشوف إعادة الهدف مرة أخرى، شوف الانطلاقة، شوف الكرة والمجهود الفردي. الخطأ على المدافعين بترك كل هذه المساحات وترك لاعب بقيمته ينطلق من كل هذه المسافة. النتيجة الآن 3 أهداف لهدف، هدفين يفصلان بين الفريقين. بعد ما توقفت المباراة في مناسبات عدة، الحكم يقرر إضافة أرض بينية ملعوبة بشكل ممتاز. الله على النظرة، أوه الله على الحارس، كانت خطيرة، انفراد سريع، لكن حارس المرمى بيغطي المرمى بالكامل. يا الله على هذا التصدي، الله حارس المرمى يتألق. تمركز ممتاز يساعده في قطع الكرة. إذا مع نهاية المباراة ونهاية دور المجموعات ينجح الفريق في التأهل إلى الدور المقبل. المباراة الأخيرة كانت حاسمة في تأهل الفريق،
واكيد الجماهير تشعر بالراحه بعد اكتمال المهمه. التفكير في المواجهه القادمه من هذه اللحظه مهم، لكن غالبا ما سيواجه الفريق خصم قوي في القرعه بسبب تاهلك الثاني. كرة بعيدة عن الجميع بعد هذا التدخل، يهرب بالكرة، مر فيها، انطلق فيها، راح. مستحيل، يا رباه، أنا كرة في المرمى، هدف لمصلحة الله على قطع الكرة، دفاع ممتاز في هذه اللقطة. ممكن هذه، ممكن كرة التعادل. هدف الآن يأتي بالسعادة والبسمة على وجوه الجمال. بينية ملعوبة بشكل ممتاز، الله على النظرة. لا يمكن هذه الكرة، تصدي غير عادي من الحارس. لم يبعدها وما زالت الخطورة. راحت بعيدة الرأسية، مرت بدون خطورة على المرمى، ما أرسلها بالشكل المناسب، افتقدت. يملك تمريرات ساحرة، نظرة، كاشف الملعب، نادرا ما يخطئ. فرصة لإرسال كرة في الشباك. الله على التقدم، مستحب بدون شك، فريق يلعب. قد تكون هذه الفرصة. كم فرصة هدف في التعادل في اللقطة الماضية، انفراد بيضيع، شوف اللقطة، شوف اللعبة. الله على الكرة، كادت بأن تنهي اللقاء، التصدي من حارس. عند الكرة في مكان خطير. ممتازة تسديدة. حطها في المرمى. كرة تستقر في المرمى.